انا قلبي كيحرقني شويه، فهمتي؟ ما عنديش استعداد للكلام في هذه الساعه. قول معاكم مثل اللي وقع كيفاش خويا محمد الله يرحمه مسك. كيف تقبلت الخبر؟ كيف شكون يوصل لكم الخبر؟ لا انا عيط لي واحد السيد قال لي حقا، المهم هو ربما ما كانش يعرف يعني، قال لي دابزو وداهم للطبيب وقال لي توفى، يعني يصدمني بهذا الخبر هذا. لا الخاوة ديالي كان رجل طيب الصراحة، رجل يعني من تحرقنا في، يعني أنا جاتني صدمة و صعيب. لا ملي جينا ما خلوناش ندخلو، يعني في الباب الحراس قال لك اللي كيجي في هذا الموضوع هذا حدو الباب ما يدخلش. هذاك الباترون ديالو خدام معاه سنين، يعني هو كان خدام معاهم من 2004 وما خدام مع لاطيسو، وفي 2010 عمل الشركة ديالو ديك السيد. عمل الشركة ديالو وعدو في الاول، يعني قبل ما يدخل معاه بقى كيوعدو غادي فهمت غادي تزيل الامور وغادي نتهلا فيك وغادي ما تبقاش تضرب تمارة بزاف وغيكون عندك واحد البركة، فهمت؟ بقى كيوعدو في الاول. المهم دازت المدة 12 عام ولا 13 عام، الحق ما وفالوش بديك العهد اللي كان كيوعدو، ما وفالوش، والخاو عطى الشحط. وديك السيد كان كيجري بزاف، يعني تماره جري 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 جري، الدراري يعني كاملين، الدراري كاملين عياو وكاملين مرضوا وخصهم يمشوا في حالهم، فهمت؟ ومؤخرا الخاو قالوا يعني صافي، انا قالوا دبر عليا مشي حال. كيقولوا دبر عليا مشي حال، انا عييت يعني مرض كنشبروا شي حريق هنا في النص مدة ديال 6 سنين هو كيحرقوا ديك الحريق، كيقولوا دبر عليا مشي حال هادشي اللي كاين. وهو ما ساخيش بعين فيما كيقول له الدراري يمشي بحالي، كيقول له لا والو ما عنسخاش بيك وما عنجبرش حسن منك، فهمت؟ وكيقول له ما عنجبرش شي واحد اللي نعملو بلاصتك. قال له ما غلاش، يعني كل مره ملي كيقول له نمشي بحالي كيدبر عليه شويه، كيزيد له واحد 10 دراهم في النهار ولا هادي، كيرغبوا والخاوه في شكل عنده واحد القلب، يعني الا بقيتي ترغبوا كيترغب، فهمتي؟ عاود كدوز شهر شهرين عاود كيرجع، عاود كيقول له اخي مصطفى دبر عليا مشي بحالي، انا مريض ما بقيتش قادر نخدم. بقى كيكرالو دائما كل شهر كل دائما كيكرالو واحد الساعه مصطفى ملي شاف السيد باغي يمشي في حالاتو بحال اللي باغي يقولو زعما الخدمه هي قدامك، بغيت تخدم خدم بغيت تمشي ما عندي ما نعدل، يعني خصو يصيفطو بحالو لا درهم لاش. والخاوة كيشوف راه ضحى معاه ولك الصحه ديالو، كيقولو يعني كيقول عمشي دار درهم لا جوج لا صحه لا فلوس، يعني مشكل. كل مره مصطفى دبر عليا يمشي في حالي، فهمتي؟ والمشكل هو الله يسمح لنا، فهمت؟ اللهم اغفر لنا وله، يعني كان عنده بعض الغش في الخدمة، يعني كل عمارة كيخدم فيها شوية كينقص من السلعة كينقص من الكابلي شوية الغش، هذا هو المشكل اللي كان عنده هو. وكيقول دابا السيد مشى بحالو غيفضحني، كيخافو من هاد القضية هادي. الله يهدينا وصافي. المهم صافي، المهم يعني في الاخر مرة الدراري وقفوا في باب العمارة بغاوش يخدمو، وقفوا هذا باب العمارة هو وشي دراري اخرين. عاود دابا الخو واخا كان عنده لاسينس ديالو، ولكن دراري اخرين قدامين معاه 5 سنين وزيادة ما عندوش الورق، فهمت؟ متحدوا معاه وقفوا معاه باب العمارة ما خصهم ما نخدموش. جا بغا يبهطهم في الاول، بغا يرعبهم زعما مشي والمحكمة تفتيشية نشوف ما بغيتو. المهم الدراري ما ترعبوش، يعني بقاو مطعم جالسين ما تحركوش، وهو كيخاف من الشوه، كيخاف من الشوه، كيخاف يجو الناس المسؤولين ويجبروهم جالسين تمايا وصافي غادي يوقفه. وعارف ديك الناس اللي كيخدم لهم كليان طيبين، فهمت؟ ما كيعجبهمش الغش، الا شموا عين الناس ما دغوش يوقفه. وفعلا داك الشيء اللي كان كيخاف منه حصل، ما جاتش ديك النهار الثلاثه كانوا عملوا ديك احتجاج اذا وقف دوخهم شويه زادوا شي شويه، هو دوخو الدراري الاخرين قال لهم غدا جيبوا التصويرات ديالكم وفوتوكوبي لاكار عند لكم الوراق، المهم السيس معاهم دخلوا حيدوا من ديك الباب من الشوه، فهمتي كيفاه؟ عاولا غدا والو شافوه باقي مستمر في ديك، بغا يصلح شي الغش عنده داخل، دخل باش يصلحو جاو نزل العمارة حصلوه كيصلح ديك الغش، العمارة بدات كتسكن وانت كتبدل الكابليس، كيفاش؟ اش كديرو هنا؟ قالك حنا كنبدلو شي الكابليس. وقالوا لهم يعني علاش ما عدلتو شي من الاول؟ ها من الاول خصو يتعدل، لا ما نعرف، قالوا زعما العمارات كاملين يتبدلو، قالك كاملين هايلة نفس الحالة. صافي خبر الترش عند المسؤولين، جاو في الصباح وقفوها، الخميس وقفوها.
قالوا صافي حبس حتى نشوفوا هذا الغش اللي هنا. هو ملي وقفوه مرضاش الدراري. قال لهم شوف حالكم، قال لهم شوف حالكم حتى نفكوا هذا المشكل. الدراري مشى بحال الدار ديالهم يريحوا، مور الظهر بقى كيفكر. عيط لخاو، عيط في التليفون، قال له عطلع العين خبس العمارة. قال له اجي عندك تما مول العمارة وغاد تلاقاه مع الاربعة واقفة وغاد وري له شي شغل تما، فهمت؟ ردنا فعلا الخاوة تلاقيتو انا في الطريق مع ثلاثة العشية. قلت له في ماشي؟ قال لي عيط لي مصطفى، قال له انا مريت شي شويه وطلعت تما السيده يتلاقاك وكذا وزور له شي شغل. قال لي هو فعلا ديك مول العمار كيعرف ليل، يعني ملي كيجي العمار كيجبر غير هو تما. يعني هذا الشيء اللي كاين.